حب الوطن مغروس فينا منذ الصغر، لكن مع تحديات الحياة وظروفها التي تعصف بنفوسنا، هل سيستمر هذا الشعور حتى الكبر؟ النفس البشرية كالتربة التي تحتاج إلى رعاية واهتمام من أجل النمو السليم لغراس القيم والمبادئ، وحب الوطن هو القيمة الأعلى التي يجب المحافظة عليها بعيداً عن أي مرض نفسي قد يفتك بها. لذا من أجل أن يبقى حب الوطن متجذراً في هذه النفس البشرية، يجب الاهتمام بصحتها النفسية، فصحة الوطن من صحة أفراده. صحتك النفسية تهمنا من أجل حياة أفضل ووطن مزهر.